السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في قناتكم أعمال وفنون. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض زينة سريعة كده لأي مناسبة تنفع، لأعياد ميلاد أو نجاح. ممكن النهاردة أنا عاملاها علشان تمشي مع عيد ميلاد، هتلاقوا حتى الكلمات اللي أنا ملزقاها اللي هي هابي بيرث داي بتمشي مع عيد الميلاد. زي ما احنا شايفين كده انا بكيس بالونات واحد، عملت طبعا الزينة بتاعت السقف كله زي ما انتوا شايفين. طبعا الديكور كل واحد حسب اللي يتماشى مع السقف بتاعه او الشكل بتاعه. انا هنا فضلت ان يكون الشكل هنا يعني النص دايرة، الزينة اخدت 3 فروع مش تقليديين طبعا زي ما احنا شايفين، ما عملتهم بالطول، الشكل مش تقليدي يعني. وبينهم البالونات دي مش لازقة في السقف، دي مربوطة بجنب بعضها بخيط زي ما احنا شايفين كده، اخده شكل طولي ومن الجناب شكل نص دايرة من الجنب ده والجنب ده. وعندنا طبعا على الحيطة زي ما احنا شايفين كده، اخدت ده كيس بيتباع كده عند بتوع المحلات اعياد الميلاد الخاصة بعيد الميلاد. ده الكيس ده بيبقى فيه كلمة هابي بيرث دي على بعضها، ده بتتنفخ زي ما احنا شايفين كده بمنفاخ وبتتعلق، بتدي شكل جميل جدا. وكمان ممكن الاسم برضو بيكون بنفس الشكل ده حسب الاسم اللي احنا هنختاره، اسم الولد او اسم البنت، برضو بننفخه وبنحطه. ده الشكل معانا كده، يا رب يكون عجبكم اهو زي ما احنا شايفين. وازينت بقى البالونات حوالين الاسم ده زي ما احنا شايفين. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، وما تنسوش اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.